الرئيسي أيضا ذهب مع باللحول وانطلق على بركة الله. الشوط الأول الرئيسي للمفاريد الصعوبة شوط البندقية من مسافة 1200، من المحظوظ الجديد في هذا الشوط؟ أول انطلاق لهذه الأسماء في هذا اليوم. المركز الأول الصدارة مع البرق لمانع بن سعيد بن خالد الشهواني صاحب نقطة في هذا الصباح. مالك البرق ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني ننتقل إلى عز الجيش لسعود بن فهد الدوسري مع عز الجيش على ثاني المراكز. المركز الثالث الوصول من مبلش لمانع بن سعيد الشهواني. والمركز الرابع يصل الآن بعيج لعلي بن محمد العجمي. والخامس انطلاقة العاصي لأيضا سعيد بن حمد أبو شارب. لكن نعود إلى الصدارة إلى برق مانع بن سعيد بن خالد الشهواني ينطلق مع برق. انطلاق مميز جدا يا الشهواني، يبحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح. المركز الثاني انطلاقة عز الجيش سعود بن فهد الدوسري. والثالث الوصول من قبل مبلش مانع بن سعيد الشهواني. البرق ومبلش، مبلش والبرق، وين الناموس؟ وين البندقية؟ آخر 100 متر يا مالك مبلش ويا مالك البرق، يا سلام. لكن البرق ينتزع البندقية. أهني مالك البرق مانع بن سعيد بن خالد الشهواني على فوز البرق وانتزاعه للبندقية. المركز الثاني كان من نصيب الثاني 6، إذن مبلش لمانع بن سعيد الشهواني. المركز الثالث كان مع عز الجيش لسعود بن فهد الدوسري. التوقيت الزمني 1:48:14 جزء من الثانية. تهانينا للجميع والناموس.